شو ادخلك تاني اتفضل. عماد متعب، والحديث ان عماد متعب لا هيبطل خلاص بقى محلل. عماد قيمه كبيره جدا ونجم كبير، لا عماد هيرجع تاني، بيفكر يرجع وتراجع عن الاعتزال. عماد بيجهز لمباراه اعتزاله تكون مباراه عالميه، تنصح عماد متعب بايه؟ بص، انا اتكلمت عن عماد برضه انا وانت، اصل عماد ده من الناس المقربين جدا 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 ليا، وحتى لو قلت لك كلمه كده بعفويه او مش بعفويه يعني، لكن انا نفسي كان عماد يعتزل في النادي الاهلي، مش عايز عماد يخرج بره النادي الاهلي. انا من وجهه نظري هو عماد طبعا حر اكيد يعني يفكر زي ما يحب، لكن انا شايف ان عماد خلاص هو اختار ان هو بعد ودخل في حته ان هو محلل وكده وما شاء الله بيتكلم جميل في الكوره. اللي انا شايفه ماتش اعتزال يليق باسم عماد، جمهور النادي الاهلي اكيد هيروح لك انه بيحبك جدا 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 طبعا وعارف قيمتك كلاعب كوره، طبعا. وخلاص على كده يا عماد هتلعب ايه سنه؟ انت فاهمني؟ سنه عماد برضو سنتين. شايف يا كابتن اللي هو جواه طاقه بص يا ممكن هاد، تديله. هقول لك كلمه، ما فيش حد زي عماد متعب في المكان ده، اقفل بقى النقطه دي خالص من جميل الاخر. بس جميل المكان ده جميل. لما تيجي تقيس حد في المكان ده تقول هو زي عماد متعب، وانت جاي حد بيقول لك هات لي مهاجم زي عماد متعب، بس كفايه. انا حتى جمهور الاهلي والله يا ايهاب انا لو عماد، معلش هو طبعا كل لعيب نفسه يلعب ونفسه طبعا. لكن انا لو من عماد الكلمه دي تكفيني، انا عايز فروت زي عماد، زي عماد متعب. انت ما شاء الله الناس كلها بس بقت لما مثل يبقى جواه هو المتعب عارف ان هو قادر ياخد ولا خلصت. لا بص، هو عماد انا رايي خلاص يا عماد جميل كده، وسيب وسيب الايام الحلوه قوي اللي الناس كلها بتفتكرها لك دي، سيبها كده. وماتش اعتزال حلو يليق باسمك وتاريخك الكبير جدا، وخش المجال بقى التحليل. هقولها لك بصراحه، اتفضل. هو طبعا كان فتحها معاك كابتن شوبير اثناء الاستوديو التحليلي على اون سبورت، والراجل قال والله بفكر، وانا همشي لك واحده واحده، اتفضل. وقال اتمنى ان في الست شهور الاخرانيين دول ارجع النادي الاهلي بدون مقابل واشوف. وها هل دي تبقى دعوه كويسه من عماد يقابلها النادي الاهلي انه يفكر في القصه دي، ولا مش تبقى مطروحه؟ يعني انا احب اتكلم بوضوح. لو القرار في ايدي انا ارجع عماد متعب، لو القرار في ايدي في ايد ارجع عماد ست شهور كابتن دول. علاء، لا 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 يا برجاوي هات لي كده ايه كادر الكابتن علاء عشان وارفع ايه. لك ايدي ايوه لو القرار وهعملها زي ما اهو، ايوه اقسم بالله ان القرار لو في ايدي هرجع عماد متعب في ست شهور دول. احلى تكريم لعماد، ويعتزل في بيته في ناديه، واكيد مش هيحصل اي مشكله خالص. لو انا شهر القرار في يناير ايدي، ويشم نفسه لو انا القرار في ايدي ما بخلش بحاجه زي كده على عماد. تمام. ممكن تعرض القرار ده على لجنه الكوره؟ مش باختصاصي، لكن انا بقولها لك. بس الرساله وصلت. وصلت. انا على يعني بتكلم دايما بمدردش انا وانت، رايي ورايك. انا بقول بالظبط. لك انا لو انا قرار في ايدي، احلى تكريم لعماد متعب الفتره دي، ومش مش كتير على عماد. طبعا انت طبعا والله يا عماد مش كتير، طبعا. ما بتلاقيش حد زي نوعيه عماد ده خالص. وبعدين الاهلي دايما بيكرم ابنائه، بس واذا لم يكرم عماد متعب. بس بالظبط كده، ده لازم يبقى احسن تكريم لعماد متعب. طبعا واحد ما شاء الله واخدها من ما فيش من استراحه بتاعه النادي الاهلي في الناشئين. والمشكله ان انت بتكلمني كمان، انا عماد متعب من اللعيبه القليله جدا ان انا متابعه وهو لسه صغير، زيه زي مؤمن، زي حسام غالي، عارفهم كويس قوي، زي هشام محمد، بس هشام بعد شويه لكن حافظهم. هروح معاك الحته دي بس هكمل لك. كلام كتير بيتردد ان في عرض نمساوي، نادي مورفيك النمساوي، وعماد لسه بيفكر وهيشوف. عندي روايتين. اتفضل. لكن عندي تصريحات على لسان الكابتن عماد خاصه بينا، لكن هو مش مصرح له عشان هو موجود في قناه فضائيه بالحديث الا باذن يعني. فاحنا عندنا الكلام اللي هو قاله لنا بشكل خاص ان كلها دي مكالمات تليفونيه، ما عندوش عرض رسمي حتى الان، ما عندوش حاجه في ايديه، ما عندوش حاجه يقول عليها ولا لا في هذا المشهد. انا يمكن كنت قبل ما اجي بسمع الاذاعه، وكان الكابتن شوبير بيقول تصريح وبيقول ان عماد متعب رئيس النادي النمساوي اسمه مصطفى النمر مكلم الكابتن شوبير وبيتمنى ان عماد طبعا قيمه كبيره طبعا يكون موجود. النادي ده لسه طالع للقسم الثاني وهيطلع للدوري الممتاز، وشايف ان عماد هيكون اضافه كبيره. ده الموقف الموجود حاليا، الموقف الموجود ان الكابتن عماد متعب بيقول انا نفسي اختم الست شهور اللي باقيين وارجع الاهلي اشوف ايه الاجواء. الموقف الثاني ان في كلام من نادي في النمسا. الموقف الثالث كابتن عماد بيقول لك لسه ما فيش حاجه جايه لي عشان اقول ولا لا. طيب انا سمعت منك كل الروايات، هو رد واحد بس، لا. بره ولعب وكده لا، خلاص يا عماد خليك هنا.
خاصة ان لازم النادي كبير يليق بعماد متعب، لازم اسمي يليق باسم عماد. وانا رايي لا لبره، لا بره لا خلاص عماد. لكن هو لو اللي احنا اتكلمنا فيه ده لو حصل، الله اعلم ايه اللي بيحصل طبعا في النادي الاهلي، ماشي. ما حصلش زي ما متفقين، وانت مرحب يا ايهاب، انا شايف وشك، وانا انا مش مرحب، مرحب ان أنا هو قلت له، قلت له خش عليه تاني عشان يقول لك لا كمان ان هو يستاهل، مجرد تكريم كويسه قوي صراحه، كويس جدا، ويشوف هو عايز ايه. انا مش عايز اتكلم في الحته دي، لكن في لعيبه في اخر ايامها ربما الظروف بتخليها تظلم في فرقتها. عماد متعب اتظلم في اخر ايامه مع النادي الاهلي، مش عايز اخش فيها عشان انا كان فيها قبل كده. دايما انا بقول حاجه كلمه كده اهي، انت عندك لعيب هايل زي عماد متعب واكثر من لعيب، وانت مدير فني، دايما القرار الاول والاخير ليك انت، وكل الاحترام ليك كمدير فني. خلاص مقفوله، خلصت بس مقفوله. في لعيب زي نوعيه عماد ده، نوعيه كويسه محترمه. انا ممكن اقول حاجات ما ينفعش اقولها يعني عشان ما اتكلمش على لسان حد. عماد متعب جاله عروض في الدوري المصري، عارف، جاله عروض في الدوري المصري ما تترفضش وما رفضهاش غير واحد، والله باقي عارف. أنا على اسمه مع الجمهور، مش اكتر من كده. والله انا عارف عماد، ما في حاجه كانت بتحصل عماد غير بيكلمني واخد رايي. انا بقول لك ده من الناس اللي انا يعني اخوات يعني، تمام. فواحد بالنوعيه دي، بالادب ده، بالاحترام ده، بحب النادي وحب طبعًا. جمهور الاهلي، الجمهور طبعًا. الاهلي ليه، والمبادله اللي بينهم الاثنين، يعني يستاهل احلى تكريم في النادي الاهلي. بص يا اهل، نادرا لما بتلاقي حد كده لعيب الكوره دايما، والاهلي في التكريم ما بيتاخرش خالص يعني، طبعا الاهلي في طبعا التكريم طبعا. مباراه اعتزال وهتتعمل على ان شاء الله، اعلى ويبقى مستوى. مهرجان مهرجان طبعا يليق باسم عماد، وده اقل حاجه تقدمها لعماد، غير لو الحل مهرجان يليق باسم النادي الاهلي وباسم لا عماد، زي مهرجان اعتزال حسام حسام بس. حاجه جميله تحفه، حاجه عالميه. بص يا هاب، احلى حاجه في لعيب الكوره اللي بيتمناها لما يبدا في نادي كبير زي النادي الاهلي والجماهير العظيمه دي، يقول لك يا نفسي بقى ابدا هنا وانتهي في النادي الاهلي، اختم في وسطهم. انا كانت امنيه حياتي ان اختم حياتي في النادي الاهلي، اقول يا جماعه انا اخر سنه ليا خلاص. بس اللعيب هو لسه